Hi, Mrs. Fopkeep. We're waiting for your speech. Hello, Mr. David. This is Mr. Nagy, my fiancé. Nice to meet you, Mr. Nagy. Nice to meet you too. Thank you. هو ماله بيبص لي كده ليه؟ شكلي كده مش عاجبه. انتوا جروب؟ ايوه. ونازلين وين؟ ويتش هوتيل؟ هوتيل راتال، فلو راتال. وير از ريزرفيشن؟ وين الحجز؟ Now I'd like to introduce to you all Camelia Sohbi. Ladies and gentlemen, honorable guests. As we are in Syria, allow me to speak to you in Arabic language, and my colleague here is going to translate every word. He speaks Arabic very well. يظل السؤال الذي ردده أحد الكتاب الأمريكيين بعد 11 سبتمبر هو أهم سؤال ألقي في أمريكا والذي لو عرف أساس الأمريكيون إجابته لما عانت أمريكا كل هذه المعاناة في المنطقة. السؤال هو لماذا يكرهوننا؟ واسمحوا لي أن أجيب على هذا السؤال. لماذا يكرهونكم؟ Thank you. ايه الحلاوة دي؟ ايه الكلام الكبير ده؟ بصي انا حضرت ندوات بعدد شعري راسي، ما شفتش سبيكر بالحلاوة دي. انت بتجاملني بس علشان بتحبني. واحنا مش هنخلع من هنا ولا ايه؟ ايوه مش على طول كده. يعني انا جايه اقول الكلمتين بتوعي وامشي، مش نسمع بقيه السبيكرز. انا لو منهم بقى افضل الليله
حد يغني بعد الست.